عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا. الوصفة اللي خيرتها لكم اليوم اللي هي سيدي فوندونت هكا، سيدي جاتو فوندونت افيك اون صوص شوكولا. وصفة بسيطة، ما قدرت حتى ني بسيطة شوية باك تاع الزينة، شيت على بيساليز مي هادو شغل اون بلوس اللي ما عندهاش ما ديرش با بروبليم، تقدر دير لي كوبو شوكولا. نعطيكم لي زانغريديون. واش لازم لي؟ لازم لي 50 غرام تاع الفارينة، لازم لي 70 غرام تاع المارغرين، لازم لي 70 غرام تاع شوكولاتة سوداء. شوكولاتة التاجة لازم سيدتي باش يخرج لك الريزلتا كيما تاعي. لازم لي هنايا 100 غرام تاع سكر ناعم، لازم لي هنايا 4 صفار تاع البيض و4 بياض تاع البيض. لازم لي هنا لاباط عجينة البندق لاباط دو نوازيت. لازم لي هنا 100 غرام تاع اللوز، اللوز ابيض. ولازم لي هنا قلت لكم لي بيساليز للتزيين. وهاد الكريمه طازجه عندي هنا 250 غرام تاع كريمه طازجه، نزيد معها شوكولا التاج ذوق انوازيت باش ندير هذيك لاصوص هذيك اللي طيح فوق لا فوندونت تاعي. ايه واش ندير؟ ناخذ دو ريسيبيون، واحد ندير فيه صفر تاع البيض وواحد ندير فيه بياض تاع البيض. بسم الله. هنا البيض تاعك يكون الوزن تاعو واحد 60 غرامه، يكون البيض كبيره. ناخذ الباتور تاعي، ندير هنا اون بانسي تسل، نشعل لاكاسخول تاعي. باش ندوب الشوكولا نواغا la cuillère. هادو ندنيهم شوية. ناخذ شوكولا هي الاولانيه نسبق فيها ندوبها. عندي هنا شوكولا نوار، هكذا باش الشوكولا تاعي راه يذوب وانا راني نوجد في لو ديسير تاعي. عيني توجور على الشوكولا. بسم الله نبدا نضرب هذاك البياض تاع البيض. ها
هنا السكر نقسمه على زوج، نص نديرو هنا لا ميرينغ، ونص نديرو الصفار البيض. هنا لا ميرينغ تاعكم ما ديروهاش فيرم، لو كان ديروها فيرم بزاف لا فوندونت تاعكم تجيكم ناشفه. سي بون، عيني على الشوكولا. شوفوا كي تكون شوكولا نوعيه مليحه، شوفوا دوبلكم فاسيلمون، وشوفوا لي لا بريونس. سي بون، نطفي عليها، نزيد عليها المارغرين. نزيدها فوق الشوكولا. ونجيب الفانيلا. هنا بهذيك الحرارة تاع الشوكولا ندوب لكم هذيك المارغرينا. خليت تاعي راه واجد، نجيب ان ريسيبيون نوزن الفارينة. هنا الفارينة كمية قليلة باسكو حنا نديرو تاني لي زاموند كونكاسي. نجيب هذاك الخليط تاعي اللي قلنا مارغرين مع شوكولا، ونفرغو هنا فوق هذاك الصفار مع لا موتي تاع سكر غلاس. هاكم معايا، هنا كما راكم تشوفوا الخليط تاعي ما فيهش خميره كيميائيه. صافي كوش ندير باش لا ماس تاعي ما تحبطليش، ناخذ ريسيبيان واحد اخر، ها
ناخذ كميه من هاد لاميرينغ وفان بياض تاع البيض شويه هويته برك مع شويه تاع السكر الناعم هكذا، وناخذ كميه تاع هذا كي ديري هكذا سيداتي الخليط تاعك ما يطيحش. الباتور ما نحتاجوش، نجيب هنا انفوي ونخلط غير بالعقل هكذا، ومن بعد نعاود نرجعو مع الخليط الاول اللي قلنا صفر تاع البيض مع الشوكولا مع المارغرين. هنا نحكم الفرينه نخلطها مع هذاك اللوز باش في لاكويسون ما يحبطوليش، ونخلط غير بالعقل. ريحة تاع الشوكولا، اون بتيت كويير ونخلط غير بالعقل. شوفوا لي هذاك الخليط غيانك سا كي تشوفو هاكا برك، درنا شوكولا نواغ مع كي ضربنا شويه هذوك البيض مع السكر لا كولور تاعو تكلارسات شويه. هنا ناخذ ليمون توعي، اختاريت انا هاد لي غامكان، انتي خيري واش عندك ما يهمش، المهم هكا مام هذوك اللي نديرو فيهم الفلان ولا تاع اللي نديرو فيهم كريم بغولي برك لازم يكونوا شويه مرفودين ولا دي طاس هكا اللي يروحوا لك للفرن باسكو حين طيبوهم في البان ماغيه. ناخذ لي غامكان تاوي هاد الكميه تخرج لك 5 غامكان، دونك عندك 5 تاع التحليات. هنا ندهنهم وما على كل حال ما يلصقوش باسكو راح نطيبهم قلت لكم في البان ماغي. نزيد لها ان بو فارين دركا ناخذ اون لوش ونبدا نعمر الخليط تاعي. جيب بتيت كبيره نعاون بها
هذه التحليه ما كان راح نبدا نزخ عليك ونبدا نقول لك هايله ها كي تشوفيها هكا برك تشهي. هنا واش ندير؟ نروح نجيب ان بلاطو نعمرو بالماء هنا الفرن تاعي شعلته على 160 درجة وندخلها طيب حتى ندخل ان بيك يخرج لي ناشف. دوك انا واش بقالي؟ بقالي نخلي لافوندونت تاعي طيب فاصيل صغير ونعاودو نولي لكم ان شاء الله باش نوجدو ان شاء الله لاصوص تاعها لاصوص الشوكولا. دركا ندوزو لاصوص او شوكولا. واش ندير؟ نشعل على لا بلاك تاعي وحده درت فيها بيماري والاخرى ندير فيها لا كريم فريش. هنا كريمه طازجه تاعي 35% ماده دسمه. نتوما ولا كانت لا كريم فريش تاعكم 28 ولا دونك زيدوا لها كميه تاع المارغرين. ناخذ الشوكولا الشوكولا هنا ناخذ نوازيت تالمون شوكولا فوندونت ولو غاتو تاعنا لا فوندونت شوكولا يدوب وحدها. وما تكسر تكسر فاسيلمون. هنا نحط الشوكولا تاعي نجيب ان كويير هنا كيما راكم تشوفوا شوفوا دقيقة الدوب هنا 40 درجة دوب لكم فاسيلمو. هنا نطفي عليها باش الشوكولا تاعي ما تتحرق ليش هكذا لاكريم تاعي راهي تسخن. نطفي عليها نفرغ هذيك الخليط تاع الشوكولا قلت لكم بذوق البندق على هذيك الكريمه
ونزيد عليها عجينة البندق. هنا زدت لاباط دو نوازيت، حبيت نشوف هذوك لي غران تاع لاباط دو نوازيت. هذا ما كان سينو شوكولا فيها الكو تاع نوازيت. نجيب الفوي ونعطيها دو كو باش نخففها بركا. سي بون، لاصوص تاعي راهي واجده. شوفوا لي هنا لا فوندونت تاعي كي طابت. ناخذ هذيك لاصوص ونخليها تسيل هكذا. نقدر ما نزيد شويه هنا في الفون هكذا. وهذيك لاصوص تاكلوها بلا كويير. واش نقولكم، انا راح ندير لها تزيين خفيف هكذا. هذه هي وصفه تاعي اللي خياتلكم نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله كانت نالت اعجابكم. في وصفات اخرى ان شاء الله.